لدى استقبال سموه لوفد تجاري تايلندي، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على أهمية التي تشكلها منطقة الخليج العربي في التجارة العالمية، مؤكدا سموه أن دول المجلس عنصرا رئيسيا في مسار التجارة الدولية، وبالأخص المملكة العربية السعودية الشقيقة التي جمعت بين الثقل السياسي والقوة الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي. لافتا سموه إلى أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز موقعها كمركز تجاري مهم في المنطقة، أهلها لأن تكون بوابة لدول شرق آسيا وبالأخص مملكة تايلاند للتعاون الاقتصادي والتجاري مع المحيط الإقليمي. وشدد سموه على أن الأمن يبقى مطلب جميع من ينشد التنمية، فالاستقرار يجعل الطاقات موجهة نحو البناء. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الليضبية صباح اليوم وفدا تجاريا يمثل 13 شركة تايلندية وسبعة قطاعات تجارية في تايلند، يتقدمهم السيد سونيترات سونيتيغير أونغ وزير التجارة بمملكة تايلند. وخلال اللقاء رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بزيارة الوفد التايلندي لمملكة البحرين، مؤكدا سموه أهمية هذه اللقاءات والزيارات التي تتيح الفرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات. وقد نقل وزير التجارة التايلندي لسموه تحياتي وتقدير السيد برايوت تشانو تشا رئيس وزراء مملكة تايلند الصديقة وتمنياته لمملكة البحرين باطراد التقدم والازدهار، ووجه لسموه الدعوة لزيارة مملكة تايلاند، فيما كلفه سموه بنقل تحيات رئيس وزراء مملكة تايلاند وتمنيات سموه لتايلاند وشعبها الصديق بدوام النهضة والازدهار. وأشاد سموه بانعقاد منتدى الأعمال البحريني التايلندي الذي يعول عليه في توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين وفتح مجالات جديدة للتعاون تسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين. وأكد سموه أن العلاقات بين البحرين وتايلند قوية وهي تتعزز يوما بعد آخر، وأن تبادل الزيارات واللقاءات بين المسؤولين في البلدين تقوي من هذه العلاقات وتسهم في الوصول إلى تفاهمات وشراكات تلبي التطلعات المشتركة. وأشاد سموه بالتقدم الذي تشهده مملكة تايلاند الصديقة وما تقوم به من جهود على طريق التنمية، مشيرا سموه إلى أن هناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن للبلدين الاستفادة منها في تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في المجالات التجارية والاستثمارية والأمن الغذائي والرحلات الجوية. وأثنى سموه على ما تقوم به الجالية التايلندية في البحرين من دور في دعم مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة، مؤكدا سموه أنها تحظى بكل الاحترام والتقدير. من جهته أعرب وزير التجارة بمملكة تايلاند عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام كبير بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدا بما تشهده العلاقات البحرينية التايلندية من تطور مستمر، مؤكدا حرص بلاده على تطوير أوجه التعاون مع مملكة البحرين في كل القطاعات. وأكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين باعتبارها البوابة الرئيسية لتطوير التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج، معربا عن تقدير مملكة تايلاند لدور سموه في العمل على مد جسور التعاون مع دول الأسيان ومن بينها تايلاند. وأشاد وزير التجارة التايلندي بما تحظى به الجالية التايلندية في مملكة البحرين من اهتمام وتقدير يجسد طبيعة العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.